تخطيط استراتيجي مسبق دايماً بتتبعه الدولة المصرية في ظل جائحة كورونا، واللي من ضمنها خطة تأمين المدارس وبدء العام الدراسي الجديد واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس. اسمحوا لي إن احنا نستعرض ملامح الخطة مع معالي وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد. معالي الوزيرة، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك. فندم، عايزين نعرف من حضرتك يعني ملامح هذه الخطة واللي تم إطلاقها من قبل وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. احنا طبعا في تنسيق دائم مع معالي وزير التربية والتعليم. من أول السنة الدراسية اللي فاتت ما خدنا قرارات خاصة بإغلاق المدارس في توقيتات معينة، ثم التنسيق لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ومن شهر قعدنا مع بعض علشان نعمل خطة الرجوع للمدارس والإجراءات الاحترازية، وانضم لينا منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وانتهينا من عمل الخطة بكل تفاصيلها، والخطة خاصة بالمدرسة، بالفصل، بالمدرس، بالطالب، بالأسرة، حتى طابور الصباح الخطة، يعني النظام بتاعه إزاي نتوقع إن في حالة مشتبه فيها نبلغ إزاي نسب الغياب بتتبعت لنا بحيث إن احنا نتقصى المشكلة، إزاي قاعدة البيانات اللي في وزارة الصحة الخاصة بمصابين الكورونا نقدر نتتبع إذا كان أولادهم في المدارس، نقدر نتأكد إن هم عندهمش إصابات. غرف عمليات، غرفة مركزية في وزارة الصحة منعقدة بين وزارة الصحة والتربية والتعليم، ودي غرفة دائمة، وفي 27 محافظة فيها 27 غرفة، والتنسيق حتى مستوى الإدارة الصحية والوحدة الصحية والمدرسة والإدارة التعليمية، فإحنا في تنسيق دائم، مش أول مرة نشتغل مع بعض بالشكل ده. وزي ما قلت في كلمتي النهاردة إن إحنا بناخد كل الإجراءات، ولكن في جزء كبير عند الأهالي وعند القائمين على العمليات التعليمية من المدرسين والإداريين وكذلك الأطفال، وبالتالي إحنا دخلنا يعني كومبوننت التوعية وبكل أنواعها من أول السوشيال ميديا لغاية التلفزيون، ومعانا يعني أحمد أمين، يعني شخصية مقبولة جدا عند الأطفال وعند الكبار كمان، وهو هيقول رسائل مش بس صحية ولكن صحية وتربوية وكثير من الرسائل للأسر وللأطفال. يا ترى دي يا فندم يعني تفاصيل الحملة اللي حضرتك أشرت ليها في المؤتمر واللي هيتم انطلاقها في شهر 10؟ دي الحملة، والحملة دي برعاية منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، ودي حملة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. نقينا سيليبريتي اللي هو اشتغل معانا في الحملات التوعية للأطفال المدارس في الأنيميا والصحة والتغذية، وقلنا إن هو يكمل معانا، هتبقى رسائل مش بس صحية وفيها برضو صحة نفسية وفيها رسائل تربوية، والرسائل دي مش هتكون بس للأطفال، هتكون للأطفال من المجتمع والأسر، يعني احنا هنخص الرسائل التوعية لكل المجتمع بحيث ان احنا، وهتبقى متجددة، يعني مش رسالة واحدة، من وقت للتاني هننزل شكل آخر بحيث ان احنا نستجيب للمستجدات على الأرض. بالنسبة يا فندم للمبادرات الرئيسية، يعني كيف سيتم يعني استكمالها مع بدء العام الدراسي الجديد، وخصوصا ان كان في مبادرات هي مخصصة تحديدا لأطفال المدارس وتلاميذ المدارس؟ في مبادرتين رئيسيتين بنشتغل عليهم، وان شاء الله العام الدراسي الجاي هيبقى يعني السنة الثالثة ليها المبادرات دي. مبادرة الأنيميا والتقزم والسمنة، ودي أول سنة دراسية، من 18-19 كشفنا ل 11 مليون طفل وعالجنا المصاب منهم. العام الدراسي اللي فات كنا قبل ما يتوقف كنا كشفنا على 6 مليون طفل وعالجنا، ودي هنستكملها إن شاء الله من أولى ابتدائي لستة ابتدائي. في مبادرة تانية، جزء من مبادرة فيروس سي، يمكن المجتمع لسه ما يعرفش إن إحنا بقرار من سيادة الرئيس قال إحنا نكرر مبادرة المسح الفيروس سي للأطفال في أولى إعدادي وأولى ثانوي وأولى جامعة لمدة 5 سنين، بحيث إن نتأكد فعلاً إن الجيل اللي طالع ما فيهوش فيروس سي. فالمبادرة دي برضو هنستكملها،
للسنة الثالثة للأطفال في أولى أو للشباب بقى في أولى إعدادي وأولى ثانوي وإن شاء الله في أولى جامعة كمان. والحاجات دي بتحسن الصحة العامة وبتخلي قدرة الشباب على مواجهة أي تحديات صحية أقوى. وطبعاً إحنا منسقين مع معالي وزير التربية والتعليم من سنتين وما زلنا علشان الوجبة المدرسية وطبعاً إحنا يعني محددين من خلال مؤشرات ومئة مليون صحة الأماكن والقرى واسم المدرسة واسم الطالب اللي عنده أنيميا بحيث إن يبقى فيه مستهدف التغذية المدرسية يعني يكون مستهدف صح مش يكون بشكل عشوائي. معليك يا فندم يعني زيارة حضرتك للسودان وتقديم المساعدات والجسر الجوي لتقديم المساعدات للسودان يا فندم يعني تفاصيل هذه الزيارة. طبعاً زيارة السودان هو جزء من عطاء مصر ومصر دولة عظيمة كبيرة ودايماً بتسبق بخطوة اللي حصل في بيروت اللي حصل لما زاد الوباء في العراق احتياجات الصحية في جنوب السودان وآخرها طبعاً السودان أو يمكن كانت في مقدمتها السودان ولكن ده الجسر الثالث اللي احنا لأنا كنت مبارح وأول في السودان بسببه ده الجسر الثالث والجسر الثالث في السودان جسر الطائرات المساعدة والأطقم الطبية كان نتيجة تداعيات الفيضانات قبليه كان في جسر عشان الكورونا وكان في جسر مرافق لمعالي دولة رئيس الوزراء في زيارته من شهر أو ثلاث أسابيع كان عبارة عن خمس طيارات ألبان أطفال وأدوية أطفال وأدوية للكبار ومستلزمات رش. احنا المرة دي الجسر الثالث والحقيقة الزيارة الأشقاء في السودان ده جزء من التزام مصر ناحية الشقيق السودان واحنا يعني متأثرين جداً باللي حصل من فيضانات وأثرها والجسر ده ممتد بالأطقم الطبية وفي طائرات كمان هنطلعها الفترة الجاية إن شاء الله بالتنسيق مع معالي وزير الدفاع علشان نستجيب لكل الاحتياجات. الحقيقة الزيارة بالذات امبارح لما شفنا الناس في الأماكن المتضررة يعني فعلا يعني في التزام أدبي وسياسي واجتماعي لأن في صلات نسب بيننا وبين السودان واحنا كنا يعني نعتبر زي ما قال وزير الصحة السوداني شعب واحد في دولتين. إن شاء الله مع بعض هنتعدي السودان الشقيق من هذه الأزمة وتعود قوية بإذن الله. معالي الوزيرة بشكرك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك. أشكرك.